الخامسة ما هي؟ المائدة. ما المائدة؟ هذه غالبا ما تكون في البنوك، في تكون في الفنادق العظمى، تكون في الفنادق العظمى، وقد تقع في غير الفنادق. يؤتى بطاولة وعلى الطاولة هذه إطار دائري يحرك وتسمى بالبوكر، ويكون قائم عليها مدير أو فتى أو غلام أو امرأة، وهذا موكول إليه إدارة الزهر. هذه غالبا ما يعني تأخذ دورتها ثلاث مرات ثم تستقر، ويدفع المغامرون أموالا قد تكون طائلة بحسب المكان. والفساد في هذا الزمان فساد منظم، فالشركات العالمية التي تجني أرباحا من هذا تتولى في الوقت نفسه تقييم الفنادق عالميا، فعلى قدر ما يقدمه الفندق من تسهيلات أولا في الغناء والخمور وهو محرمان بالشرع، وبعض الفنادق وليس هذا فيها كلها يأذن قانون الدولة بوجود القمار، وهذا ليس عالميا، لأن اليهودية مثلا كدين يمنعون القمار، وكذلك النصرانية في أصلها، لكن النصرانية لجأت إلى العلمانية فغيرت كثيرا حتى بما تؤمن به من أصل دينها المحرف. أما اليهود في إسرائيل مثلا ممنوع، لكنه الحكومة الإسرائيلية الأخيرة أيام شارون كانوا أجازوا لعبة القمار في الطائرات الإسرائيلية إذا خرجت عن المجال الجو، يعني ما تصبح فوق دولة إسرائيل، مع أن الطائرة قد تكون إسرائيلية. إذن هذه البوكر قمار المائدة يقع أغلب ما يقع في البنوك المترفة، في أنا البنوك هذه على الدول، في الفنادق المترفة، يقع في الفنادق المترفة التي تقوم عالميا وتقصد، وليس كل الفنادق، لكنهم إذا كانوا حريصين على أن تقوم ذلك الفندق ويرتفع شأنه جلبوا من الخمر والنساء والوسائل الترفيه التي عندهم، مع هذه إذا أذن قانون الدولة أتوا بقمار المائدة فيها. المقصود دين الله عز وجل قائم على المعاني قبل أن يقوم على المباني، فهذه الصور خمس وقد يزاد عليها. الآن دخلنا في القمار الإلكتروني عن طريق الشاشات الإلكترونية، يحصل كثير من الأشياء هذه، لكن مع ذلك يجمعها شيء واحد وهو المخاطرة أنه قد يفوز وقد لا يفوز دون أدنى عمل، فالجامع واحد محرم في دين محمد صلى الله عليه وسلم.